قمر قمر قمر. نعم. في ايه مالك؟ في ايه مالي؟ انت حتى ما قلتليش الحمد لله على السلامه. ليه؟ وهو انت كنت بتحارب على الجبهه؟ عادي يعني، ما انت راجع من بيته. وعموما يا سيدي ماشي، الحمد لله على السلامه. استني، انت متضايقه مني عشان انا يعني متضايقه؟ مين قالك اني متضايقه؟ ايه اللي هيضايقني يعني؟ اه قصدك عشان كنت واقف مع لبنى وكده؟ خالص. ودي حاجه تضايقني في ايه يعني؟ براحتك على فكره، انت تعمل اللي انت عايزه. طب ما ده عشان انا وانت انا وانت؟ ايه انا وانت ده؟ مفيش حاجه اصلا اسمها انا وانت. انا وانت مفيش بينا اي حاجه. قمر انا باجي شغل هنا علشانك، لولا كلام الناس هنا انا كنت بقيت هنا الليل نهار، ما كنتش روحت. لا، الكلمتين دول تقولهم للبنى، هي اللي هتفرح بيهم. هي اصلا ما بتصدق، اول ما بتشوفك بتسخسخ على روحها من الضحك كده، ما بتعرفش تمسك نفسها. قول لها بقى الكلمتين دول، انما انا وانت زمايل بس. اللي انتوا كنتوا واقفينها دي يا عمر، وايه الوشوشة دي؟ بجد المنظر ما كانش حلو خالص. بعدين ركز ركز يا عمر. ركز في ايه؟ انا هاجي لك بره دلوقتي واقول لك، وكمان هجيب لك معايا حاجة اعملها لك بايديا هتعجبك قوي. ايه ده يا ساتر، كل ده دخان؟ حاسب لو تولع في البيت. حاجه بنفخ فيها يعني يا عم لبنى. طب هات هات هات، انت بتشرب سجاير كتير قوي وكده، مش كويس على صحتك، وانا خايفه عليك يا عمر. وبعدين قولي مالك بتنفخ ليه؟ مهموم من ايه؟ اقول لك انا؟ انت محير نفسك يا عمر. وقمر اللي انت حاططها في راسك دي مش سهلة، دي لعيبة تفضل كده تشغل من بعيد لبعيد وتخلي اللي قدامها لا على حامي ولا على بارد. والنوع ده يا عمر ما وراهوش غير وجع القلب. بس في نوع بقى من البنات بيبقى كل اللي نفسه فيه يحب ويتحب ويتسطر. بقول لك ايه؟ ما تاكل دي احسن من السجاير. ده ايه ده؟ ده كريم برغولي عامله لك بايديا. واحنا هنفضل سايبين سي عمر ده شويه داير على قمر وشويه داير على لبنى؟ انا ما يمشيش معايا الكلام ده، احنا فين احنا؟ يا ابني ما تصيدش، ما تقعدش تحكي في المحكي. انا اديتك الزيتونه في ايديك، فهمتك على اللي فيها. هو عينيه على قمر، ركز انت على لبنى. اخلص. يعني ايه؟ هيلبسوا دبل قريب؟ مش بعيد. وهو يبقى عمر علم عليك وخطفها من قدامك. وانت يهمك ايه في الموضوع ده يعني؟ عيب عليك يا قاسم، احنا عشرة عمر برضو، وما يردنيش يعني انك تاخد بالقفة كده. لا، انت اللي فارق لك تعكنيني على قمر، لكن موضوع عشرة العمر ده ما يفرقش معاكي. وافرض يعني وده هيغير من الموضوع ايه؟ ما انت برضو خدت بالقفة. طب ما انا كنت قدامها، في ايه يعني زيادة عني؟ القلب وما يريد بقى يا قاسم. هما لاحوا وحبوا بعض؟ يمكن الواد اصله حليوه وبيلاغي، مش خيبتها زيك. لا بس لو حطيتهم في دماغي مش هحلهم. بالظبط، انا عايزك تقعد كده تفكر وتتكتك وترد لهم القفا ده قفايين، مش تقعد تتفرج عليهم من بعيد. والله يا رنا انا قرفان ومش طايقه خالص. كل الابهات كده يا ابني. الا اهلي، اهلي بقوا مزودينها شويه. لا حرام عليك، انت فريال دي طيبة وجميلة قوي، ومامي بتحبها جدا. وعلى فكرة بقى، انت طالع لها طيب قوي، وبجد مبسوطة اني اتعرفت عليك. وانا كمان مبسوط ان انا عرفتك. عارفة، يمكن تكون دي اول حاجة ابويا وامي يعملوها حلوة من زمان. انا حابب اشوفك تاني، بيقولي لي الدنيا ماشية ازاي وانا هبقى اكلمك. يلا باي باي. يا رب. كنت محتاجه اروق الاوضه يا استاذ ادهم. الاوضه متروقه اهي، وكده كده مش وقته اصلا. امال امتى وقته؟
لما الاوضه تبقى فاضيه ان شاء الله بيخش روائح. معلش يا استاذ ادهم، اصل انا لازم اروح دلوقتي، عندي شغل كتير تحت بعد كده. بقول لك ايه، ايه رايك شعري كده كويس يعني؟ بس في ايه؟ مش فاهم. اصل انا عارفه انك بتفهم قوي بصراحه، بثق في ذوقك قوي، ف مش متسايب كده احلى مننا. وانا مال امي انا، تفرديه ولا يتحرق اصلا؟ انت عبيطه. في ايه بس يعني يا استاذ ادهم، حصل لكل ده وانا عملت ايه؟ انا بس يعني قلت اسير معاك شويه على ما اخلص شغل. طب والله العظيم، والله العظيم انت اكتر حد برتاح في الكلام معاه في البيت. ده على اساس اللي احنا بنتكلم من اساسه؟ ما عشان كده قلت هو ده وقته. لحد امتى هنفضل في وش بعض من غير ما نتكلم؟ لحد ما اكون انا السبب انك تسيبي شغلك في البيت ده. انت فاهمه الدنيا غلط خالص. انت هنا حاجه وقمر حاجه تانيه خالص. طب اقسم بالله كلكم واخدين مقلب في اللي اسمها قمر دي. انا اللي استاهل. بالاذن يا استاذ ادهم. مجنونه دي ولا؟ والله العظيم انا زعلان على قمر اشد الزعل. ايه اللي بيحصل لها ده بس؟ وبعدين عمر ده انا شايفه اللي هو شاب كويس، ليه بيعمل كده؟ بقول لك ايه، ما تقعدش تهري بقى في الكلام ده، احنا عايزين نصالحهم على بعض. خليك محضر خير، ما تبقاش راجل كبير ورطاط. هما بيقولوا اللي هو متجوز اصلا، وهو بيقول انه مش مرتاح وهيطلق، فلو كده يبقى من نصيبها. ربنا يعمل اللي فيه الصالح، اهم حاجه تبقى كويسه. بس برضه قمر بقى لها مده كده متغيره ومش على طبيعتها، هي مالها؟ تعالي ارتاحي يا حبيبتي، اقعدي، انت ما قعدتيش من الصبح. في ايه؟ ترهقي نفسك ليه كده؟ قمر انت كويسه؟ لا انا مش كويسه. مالك؟ فيكي ايه؟ هقول لكم. شايك يا عم نوفل. حبيبي يا عم نعيم، تسلم ايدك. احلى شاي. عم نعيم ده حكايه. اشرب بقى وادعيلي. بدعيلك من غير شاي والله يا عم نعيم. الله، ما بسطرش الا غير من شاي نعيم. ما اعرفش بتحط فيه ايه ولا بتعمله ازاي. سر المهنة يا عم نوفل، بس على الله بقى تأمر لنا باجازه. شاك يا عمر. عينينا ليك يا عم نعيم، اديني كام يوم كده اكون مبيت من عندي. قبل العين دي احنا عندنا كام نعيم؟ بقول لك ايه، انا هروح اشوف شغلي لاحسن. سعاده الباشا لو شافنا قاعدين كده هيقول قلبناها رحله. لا ماشي، معاك حق، ربنا يوسع عليك يا عم نعيم. كويس ان مش كنت عايز ارغي معاك بكلمتين كده. والله يا عم نوفل انا اللي عايز اتكلم مع اي حد اصلا. خير؟ قمر بقى لها يومين اهو ما بتردش عليا خالص. ما تردش عليك؟ يمكن في حاجه في الشبكه. لا مش قصدي، يعني ممكن يكون معاش رصيد ولا حاجه. ايه يا عم؟ يا عم نوفل انت عمال تهزر، انا في ايه ولا في ايه؟ بنت بتدبل قدامي من الزعل، شور عليا اعمل ايه؟ انا ما بشورش على حد. انت تقعد مع نفسك كده وتشوف ناوي تعمل ايه وعايز تعمل ايه معاها. البنت دي غلبانه، مش حمل الحاجات اللي بتحصل دي. واذا كنت بتفكر في قمر عشان هي غلبانه وتراضيها بكلمتين وجبر الخواطر. بالله العظيم يا عم نوفل ابدا، انا بحبها وعايز اتجوزها حتى على سنه الله ورسوله، بس ما تردش عليا، مش مداني فرصه حتى اقول لها كده. اعمل ايه طيب؟ ساعدني الله يبارك لك. ساعدك اللي لك يعني ولا ايه؟ شوف يا عم نوفل انت عمال تستظرف من الصبح وانا معكوك عكه سودا. يا عم فكها، مبروك مقدما يا عم، بس بعزمنا بقى. لا ساعتها نبقى عاملينها عدايه. وانا برضه هو ليله الاصل فيك من زمان. تعالي بس هقول لك بس. قول. هو انا ممكن افهم انت جايبني وراك هنا ليه؟ انا مش هتحرك بقى ولا خطوه لما افهم في ايه بالظبط. اعتبريه طلب من حبيبك عم نوفل. ماشي يا عم نوفل، عشان خاطر انت حبيبي فعلا. ها بص يا ستي، انا كنت عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. هو ده اللي انت جايبني عشانه؟ استني، مش هتمشي غير لما تديني فرصه تسمعيني. ممكن تسمعيني، مش هتخسري حاجه. استهدي بالله بسرعه قبل ما فريال تيجي وتعلق وتقول لك يا عمر يا عمر يا عمر. سيبكم لوحديكم. ممكن عشان خاطر تسمعيني؟ هما كلمتين، حتى لو مش عايز تعلقي بعد كده ما تعلقيش. المهم تسمعي اقول لك كل اللي جوايا. ستي دي مراتي اه، بس والله العظيم انا لا عمري حبيتها ولا حتى هي كمان حبتني. اصلها ست بنت عمي، احنا الاثنين اتفرضنا على بعض. ابويا ابوها قهروا فتحتنا من واحنا عيال صغيره، ولما عم الله يرحمه مات ابويا جوزاني بالامر، ما قدرتش اقول له حاجه.
بس مفيش بينا مشاعر، مفيش بينا اي حاجه من اللي بتتحس. امر انا كنت كده كده انا واطلق حتى من قبل ما اشوفك واعرفك، بس اللي كان مسكتني ان عمري ما دوت طعم الحب قبل كده، بس بعد ما شفتك وحبيتك خلاص يعيش واكمل مع الست اللي بحبها، ما افضل طول عمري عايش لوحدي. انا عارف ان حقك تتضايقي وحقك ما تبقيش طايقاني ولا طايقه حتى تبص في وشي، بس انا كمان من حقي اخد فرصه كامله اشرح لك فيها كل اللي جوايا. طب ليه ما حكيتليش من الاول يا عمر؟ ليه ضحكت عليا؟ كان المفروض تقولي وتسيبني انا اختار اكمل معاك ولا ما اكملش، مش تخدعني. انا كل ما بفتكر انك لما كنت بتطلع اجازه كنت بتبقى في حضن مراتك بتقطع يا عمر. ليه ضحكت عليا؟ كنت خايف، خايف اقولك تسيبيني وتبعد عني. امر انا محتاج لك جنبي، خلاص مبقتش قادر اعيش من غيرك. انا حتى اليوم ما بشوفكش فيه ما بحس اني ميت، مش عايز بيت الخلق. وبعدين انت عارفه اللي فيها، عارفه ومتاكده قد ايه انا بحبك، بس ما كنتش متاكده انا كانش زمانك واقفه تسمعيني دلوقتي. صدقني يا عمر اني سامحك دلوقتي مش هتفرق في حاجه، كويس انك طلعت متجوز. ليه؟ عشان انا ما ينفعش اتجوزك حتى بعد كل اللي قلته لك. انا كمان ما حبيتش غيرك يا عمر، كان نفسي قوي اكمل كل حياتي معاك. عمر انا بحبك فوق ما تتخيل، بس اني سامحك دلوقتي ما بقتش هي دي مشكله، مش هتفرق في حاجه. عمر انا بقالي فتره كده بحس بوجع من وقت للتاني، ورحت للدكتور كذا مره، ويوم موضوع مراتك عرفت انا في ايه. انا عندي مشكله كبيره قوي في القلب، حياتي ممكن تخلص في اي لحظه. انت بتقولي ايه؟ انا مش قادر اصدق اللي بسمعه. ولا انا كمان مصدقه، ما كنتش فاكره ان ممكن حياتي تخلص فجاه كده. بس ما تقوليش كده، انت هتعيشي، هنعمل اي حاجه وتعيشي وهنتجوز. انا ما ينفعش اتجوز ولا اخلف، اللي فاضل في حياتي مش كتير. انا اسفه يا عمر، ركز انت في حياتك مع مراتك واولادك وانساني. مش هيحصل، هتعيش أمر وهنتجوز، نروح لدكتور تاني وتالت ورابع، نعمل أشعة تانية وتحاليل تانية، هتعيشي وهنكمل. الأشعة والتحاليل اللي أنت بتتكلم عليهم دول يتكلفوا فوق الـ 4000 جنيه، شفت بقى الموضوع صعب إزاي؟ تخيل بقى العملية اللي ممكن تنقذ حياتي، اللي أنا مستحيل أصلاً أقدر على تمنها. يعني في عمليه ينفع تتعمل وتبقى كويسه؟ بس زي قلتها، عشان العمليات اللي زي دي مش للي زينا يا عمر. ليه مش للي زينا يا عمر؟ ليه؟ بكام يعني العمليه؟ 200,000، اللي هم انا عمري ما همسكهم على بعض في ايديا. لا، هنتصرف وهنعمل العمليه وهتبقى أحسن من الأول كمان. صعب يا عمر صعب، هي خلصت كده خلاص؟ لا ما خلصتش ومش هتخلص كده، هتعيش يا عمر وهنتجوز. أنا لو جرى لك أي حاجة أنا ممكن أموت. لو كان في حل يا عمر أنا كنت عملته. ما تشيلي شم، هنتصرف وهنتجوز.